بعدد ديال الحوايج يمكن تيبان لكم اداء ضعيف، ولكن تنظر بانه اي حاجه اي حكومه تتكون فيها ايجابيات وسلبيات، وبالطبع ما يمكنناش نعبروا الاداء ديال الحكومه الى ما وضعناش هذا الاداء هذا في المناخ اللي وضعت فيه هذه الحكومه. فغادي نخلي ان شاء الله غادي من هذا طلع في المغاشي يقدر يصبر غادي يقولها، ولكن ملي يجي السيد امين يعني تنظر غادي يجاوب بدقه على الاسئله اللي طلعت. انا بغيت نتكلم شويه على الوزاره ديالي. الوزاره ملي بدينا نعملوا قررنا بانه باش نزيدوا للقدام خصنا نلتقوا مع المهنيين بصفه مسترسله، فخدنا مع الاخوان اللي كانوا مكلفين بالنقل في وزاره تجهيز النقل ما يتفرقوا بجوج، بعدا خدنا الوقت باش نبنيو شويه الوزاره، لانه ملي مشيت للوزاره كانوا الاطور ديال المديريات ولكن ما كانوش المديريات المركزيه وما كانش عندي الديوان وما كانش عندي الكتيبه. ولكن رغم ذلك بعد بعض الاشهر شهرين ارسلنا الرسائل التمثيليات المهنيه اللي كنا تنعملوا معها في الوزاره اللي كانت تتعامل معها الوزاره السابقه. وهنا تتوضع واحد المشكل ديال التمثيليات المهنيه، وهذا مشكل موضوح بعد عنا حنا في القطاع ديال النقل بحده، حيث انه باش نتكلموا بحال دابا في الموضوع ديال النقل ديال البضائع خصنا نجتمعوا ثلاث ايام، لانه تنجتمعوا مع تقريبا 20 تمثيليه مهنيه او اكثر في موضوع نقل البضائع. خمسة مضروبة في 10 50 تقريبا ديال الناس باش يتكلموا في نقل البضائع. فيمكنكم تصوروا بانه ملي تيجيو هاد الاجتماعات هادي العمل ديالنا مع التمثيليات تيولي بطيء جدا، بحيث انه كل اجتماع او كل لقاء خصو 5 ايام. اذن حنا عندنا مشكل اليوم ديال التمثيليه، وهذا المشكل ديال التمثيليه خصنا نتكلموا مع المريحين مع الاتحاد وحتى مع الكونفدراليه العامه ديال المقاولات ومع المهنيين باش نلقاو شي صيغه افضل باش نقدروا نصرعوا من الوتيره. ملي بدات الحكومه انا تلاقيت شخصيا مع جميع التمثيليات ديال جميع القطاعات، خليت تقريبا شهر ديال الخدمه غير باش نسمعهم واتفق معاهم، خليني مدري تزيد في الدقيقه داك شهرين، واتفقت معاهم بانهم غادي يديروا اجتماعات دوريه غادي تنقصها الكتيبه العام، ومن بعد غادي يديروا اجتماعات تقنيه مع المديريه ديالنا باش يقدروا يحطوا المواضيع. ولكن غير باش نوصلوا البرنامج ديال العمل اللي بغينا نتفقوا عليه ديال سنه 2022 استغرق لنا 6 شهور باش نتفقوا على شنو هو النقاط اللي غادي ندرجوها. بالطبع نفس الشيء احنا خصنا كوزاره نخدموا، لانه حطوا لنا النقط المشاكل خصنا نشوفوا شنو هما الحلول اللي اقترحوا عندنا، نشوفوا واش يمكننا نوضعوها، نشوفوا ايضا الدراسات اللي عندنا كيفاش يمكننا ندخلوها في هذوك الحلول. تاخذ لنا شويه ديال الوقت، من بعد نتقاسموها مع التمثيليات المهنيه حتى هي تتعاود تبدا لنا، حيث انه الى خديت بحال دابا غير الموضوع ديال نقل البضائع كنا اتفقنا على واحد 5 ديال الاولويات. وحده من الاولويات اللي تلقاو جميع القطاعات ديال النقل هي شنو هي الاهليه المهنيه باش الواحد يقدر يدخل لهذيك المهنه. فاليوم من بعد سنتين ديال العمل الحكومي يلاه وصلنا لواحد المشروع ديال المرسوم اللي غادي ياثر بحال دابا دخول المهنه ديال نقل البضائع، ومتفق عليه نسبيا، حيث انه حتى ملي راسلنا الهيئات باش يجاوبونا على هذا المشروع ديال المرسوم يلا واحد 40% ولا 50% اللي جاوبونا. فما عرفتش شنو غادي يوقع، غادي نخرجوا بهذاك المرسوم، غادي يخرجوا شي ناس يقول لك حنا ما عمرنا اتفقنا على هذا المرسوم، هذا خصنا نشوفوا كيفاش نقدروا نتعاونوا عليه باش نقدروا نديروا.